المواطنين يجمع دلائل تمام شرد المواطنين كم دواحد قلقل شرد المواطنين اكبر دواعش انتم اكبر دواعش اكبر دواعش الله خلق لا كانوا يتخارعوا مثل البالونات الحين تمام صاروا والله العظيم شو رايك موسم الرياض هل هو مع ضوابط الشرعيه اكبر موسم تجري في العالم بس هل هو من موسم هل هو مع ضوابط الشرعيه ما يخصك انت انت ما يعنيك هو تجي الموسم الضوابط الشرعيه حبيبي ما اريد يعني لا يوجد جاي ما في ضوابط شرعيه هذا ما يخصك ما يخصك لماذا إيران تدخل في بلدك؟ لماذا؟ من أنتم؟ من أنتم؟ من أنتم عشان إيران في بلدك؟ أنت عشان تدخل إيران فيها؟ عشان تعرف إيران داخلة تحررك من ترامب اللي جاي ينهبك العين تريليون دولار والله جاي ينهبك العين يعني انت تؤمن موسم الرياض مع ضوابط الشرعية ما يعنيك ما يعنيك وش ايماني موسم الرياض تبقى تيجي حياتك يعني انت علماني انت علماني اذا كان يعني انت علماني ولا الليبرالي ليبرالي ولا علماني اذا كان اذا كان على الرقصات نشوف انت شو ليه فليش يروح فيفي عبدو ليش كانت تروح السعودية عشان يتحق عشان تشوف بيت الله العين تروح عشان الفجور والدعارة والبارية الحلال عشان من دولة إسلامية ويجي يقول لك احنا دولة الموحدين انت خليت فيها توحيد مالك على لا لا خالد خادم خادم الحرمين يا اخي يا لا لا مالك ما في مراقص ما في مراقص لا لا ما في لا يجوز ما في مالك على انت لا تنفع دولات ولا تنفع الدنيا كلها والله على كل يوم هنا من انتم انت كل يوم كذا انا تنفع يا جماعة سوهم من 50 باوند على كلاب بوليسية اسمع 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 اسمع